من الناس الكل وين ما كنتوا تتفرجوا فينا. هذا هو هاشتاج ثقافة، البرنامج اللي يخليكم تواكبوا معنا أكثر من موعد ثقافي سواء كان في العاصمة ولا في الجهات من خلال مواكبتنا المختلف التظاهرات والفعاليات الثقافية، فقط باش نمدوكم بجديد في الفن والثقافة. حصتنا لليوم باش تكون ثرية ومتنوعة، ابقوا معنا، مشاهدة طيبة للجميع. بعد ما كنا واكبنا الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان أدب المرأة العربية اللي احتضنته المدينة العربي بالعاصمة تحت عنوان قلمي صوتي، واللي كان بمشاركة كاتبات من مختلف أنحاء العالم العربي، واكبنا أيضا فعاليات الاختتام اللي كانت تضمنت وصلات موسيقية ومسرحية سلطت الضوء على أوجه الكتابة النسائية في المنطقة العربية، ولأنها اختارت أنها ترسو في تونس لإيمانها بتاريخها العريق في مناصرة المرأة. أكثر تفاصيل في هذا الروبورتاج من صياغة نور ستليلي وهلا تليلي في التركيب. جمعية عالم التواصل الفني مهرجان أدب المرأة العربية تحت شعار قلمي صوتي، وضمنت هذه التظاهرة قراءات أدبية وشعرية وورشات وكتابات وحلقات في المهرجان على امتداد 3 أيام، سلط الضوء على أوجه الكتابة النسائية في المنطقة العربية وتاريخ تونس في مناصرة المرأة. أكيد سنواصل دعم الأدب، سنواصل دعم المبدعين معنية، وهذا من أهداف الجمعية، مش حاولوا نخدموا على الأدب عموما. ممكن يكون عنا ملتقى دولي للأدب إن شاء الله آخر 2020، وإذا تأخرنا نفتتحوا ب 2021 كما افتتحنا سنة 2020 السنة، باش يكون عنا كذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى بالتعاون ممكن مع السفارة الرومانية بتونس وسفارة ألمانيا بتونس، إن شاء الله مجموعة من المشاريع التي تدعم الإبداع الشبابي والإبداع النسوي والإبداع الرجالي كذلك. نحن لا نفرق بين الإبداع النسوي والرجالي، فقط أردناها لفتة لدعم المرأة في إبداعاتها، المرأة في العالم العربي، ولكي يكون صوتها عاليا. طبعا الأدب الشبابي يشهد بهذا الوقت الكثير من معاني الثورة والحروب، خاصة بهذه الفترة اللي يشهدها الوطن العربي بصورة عامة. نحن نلاحظ أنه الثورات والمطالبة بالإصلاح الحكومات كثير بهذا الوقت، فنلاحظ أنه طابع الثوري أكثر بهذا الوقت بسبب الورشات اللي صار لنا سنتين مع منظمة البرلمان اللي تكفلتها يعني لمدة سنتين في العراق، فهذه هو نتاجها هي المهرجان. كيف وجدت الأدب المرأة العربية في هذا المهرجان وفي هذه الظروف التي تعرفها الأوطان العربية؟ كان أدب رائع جدا ومهرجان جدا رائع، لأنه يجمع النساء من مختلف البلدان العربية وتلاقح الأفكار وتلاقح الثقافات، كان فتشي جدا مثمر يعني، وأنه شفنا مشاكل، تعرضنا على مشاكل النساء من مختلف البلدان العربية وحاولنا أنه نلقى حلول لها، كما أنه إحنا حاولنا أنه نسوي حلقة تواصل فيما بيننا. طفل يرحلني يناديني ماما وهو لا ينتمي إلي، يحدق عميقا لما أخفيه، أهرب منه فيطاردني، وفي لعبتي الكر والفر لا أدري من منا الطفل، 3 شيبات واحدة أمسكها في يدي واثنتان يختبئن خلف الجدران بين ثنايا الماضي وصراعي الحاضر، 3 شقيات جئنا قبل الأوان، يضحكنا الطفل الذي يرغمني على سماع كلمة ماما. أول شيء إحنا يعني كان هذا اللقاء
مميز للغاية، يكفي أنه يجمع أديبات عربيات من الأقطار العربية، لأنه تعرف الآخر المختلف عنك ربما الذي يشبهك في التجربة، ولكن بشكل عام نتحدث عن التجربة التونسية، أقولها بكل يعني تواضع وبكل واقعية أيضا، ليس من باب الغرور، أن التجربة التونسية لا سيما في الكتابة متطورة، بمعنى متطورة ليس فقط على مستوى الكتابة وإنما على مستوى تجاوز كثير من المعيقات التي سمعناها اليوم كثير من المبدعات العربيات التي يعانينها في بلدانهن. تعرف وهذه المسألة ليست خافية على المتلقي الذي يعرف طبيعة الشعوب. بالنسبة لمهرجان المرأة هو قلمي صوتي، أنا أعتبر هذا المهرجان الأول أعتبره للنساء العربيات صراحة، لأن ماكو مهرجانات عربية نسائية يعني ضم جميع الأديبات والكاتبات والفنانات بالوطن العربي. دائما المرأة مغيبة عندنا بالأدب والثقافة وبكل الفنون وبكل الصرح الأدبية والثقافية. اليوم هذا المهرجان كان رغم أنه مو مهرجان عالمي ولا مهرجان عربي على مستوى العرب، لكن أعتبره هو هذا الانطلاقة الأولى، لأن حيكون إن شاء الله أول تمرد للمرأة العربية، وإن شاء الله يكون مهرجان عالمي للمرأة العالمية أيضا مو بس العربية، وتكون المرأة ماخذة دورها بالأدب والثقافة والفن والمسرح والكثير من الفنون الأدبية والثقافية. ما أجمل الأجمل السهل، ما أطب وقعها على النفس، مريحة إلى حد الموت، مخدرة الإفيون، لا تزعج ولا تقلق ولا تثير الحواس والمدارك، كأنك لم تكن، كأنك غير موجود، كأنك غير مسؤول، كأنك بلا إرادة، بلا ذات، بلا مقدرة، قشة، تكلة أو حتى بعوضة، فلا شيء. هكذا تصور لنفسك كلما تحدثت عن المؤامرة. طبعا في أصوات جديدة ومتعددة، أصوات شابة بالدرجة الأولى وتجارب مختلفة، هذا هو المهم في تناول موضوعات الحاضر الآن، خاصة أن احنا جميعا من بلدان تخوض صراعا من نوع ما. هو مهرجان دولي، مهرجان كبير بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ألمانيا، كان مهرجان رائع. بالنسبة للشهادات يعني تلقيت الكثير من الشهادات، لكن تبقى هذه الشهادة تحمل رائحة، ما رائحة الدول العربية لملأ، أيضا المرأة التي يعني تضيء الكون بجمال حرفها، وأيضا المرأة التي يعني وكأنها نور من عند الله، هي التي تنجب، هي التي تبدأ، هي التي تخلق الأشياء الجميلة، الخلق لله، لكن المرأة أيضا وهبها الله بسمات نورانية تستطيع أن تحيك بها الجمال. حفل الاختتام كان بعروض موسيقية ومسرحية ونقطة لتبادل الأفكار والنقاشات بين مشاركات من المغرب والعراق ومصر وليبيا ولبنان والأردن.
أسبوع أفلام المقاومة والتحرير تظاهرة فنية سينمائية نظمتها المكتبة السينمائية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للفنون رسالات بمدينة الثقافة. التظاهرة دي هي عبارة على عرض عدد من الأفلام السينمائية الجانب إقامة ورشات عمل وحلقات للنقاش بحضور الشخصيات المستضافة. ومن بين الأفلام اللي تم عرضها في التظاهرة هذه فريق هاشتاك ثقافة كان حاضر لمواكبة فيلم بعنوان مطار حمص للمخرج السوري الشاب جود سعيد. جود في الفيلم هذايا يروي لنا حكاية خيالية لكنها تستند إلى واقع الحرب الدائرة في مدينة حمص القديمة وفق مستويات متعدة تحتفي بالأمل بالحب والحياة. أكثر تفاصيل مع الروبورتاج هذايا من تصوير بسام الغراري صوت علي عون. أسبوع أفلام المقاومة والتحرير تظاهر في نسختها الأولى تهدف لتسليط الضوء على فعل المقاومة اللي تنتصر للشعوب المحتلة وفي مقدمتها القضية الأم القضية الفلسطينية. التظاهرة هذه تندرج في نطاق البرمجة العامة نتاع السينماتيك والشركات اللي يقوموا بها مع أطراف في تونس ولا في الخارج. احنا نتعاملوا مع سفارات، نتعاملوا مع جمعيات، نتعاملوا مع مؤسسات، وكل من يجي يقصدنا نحاول نلقاه معاه قاسم مشترك. القاسم المشترك هنا نوعية نتاع السينما، نوعية نتاع السينما اللي فما شعوب بنات عليها الهوية نتاعها. نجم نقولوا مثلا فيلم كما لا باتاي دالجي ولا لو فان دي زوريس، لا باتاي دالجي نتاع جيلو بونتي كورفو ولا لو فان دي زوريس نتاع الاخضر حامينه، افلام اسست الهويه الجزائريه. فيلم كما جميله تاع يوسف شاهين اللي يتمثل فيه مجده الله يرحمها توفات الاسبوع هذا، فيلم اسس زادا الهويه الجزائريه. احنا عندنا فيلم الفلاقه، عندنا فيلم سجنان، عندنا افلام روني فوتيه اللي صورها في اول الاستقلال اللي هي زاد عطات كانت القاعده نتاع بناء سينما تونسيه في سوريا، فيلم في مصر، في لبنان. النجم نشوفوا معناتها عندنا توفيق صالح والمخدوعون، فيلم معناتها تخل في التراث. ولهذا حبينا نعرفوا بالسينما المقاومه والتحرير في التاريخ وفي الحاضر. انا شخصيا كنت اتمنى انه ما فهماش مهرجان تاع سينما مقاومة، وكنت نتمنى أنه ما فماش مقاومة جملة. علاش؟ احنا محتم علينا الشعب العربي أن نكون دائما في هاي المراحل هذه متاع المقاومة، لأنه احنا مازلنا مستعمرين وسنستعمر أكثر. مازال المخطط الاستعماري قاعد كبير، معناها طويل وقاعد يتنفذ ونشوفه فيه، معناها بدأ بالعراق، سوريا، اليمن، وهو ليبيا خالطة. دونك كأنه قدرنا، معنى قدرنا احنا في العالم العربي ان نكون في 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 الترانش متاع المقاومة. طبعا السينما هي معناها نقول انا وسيلة مقاومة، يعني وسيلة، يعني آلية من آليات المقاومة. والفن طبعا هو في الوجهة الأولى. والصورة، انت تعرف شنو أهمية الصورة الآن في 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 العالم وتأثيرها على الـ 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 على الـ على الإنسان، وتأثيرها على الفكر، وتأثيرها يعني على في خاصة في الوسط السياسي. تظاهرة فنية سينمائية ضمت مجموعة من الأفلام العربية من تونس، الجزائر، وسوريا، ولبنان، فلسطين، ومصر، وحتى إيران. تعدد البلدان واختلف طرح كل مخرج العمل السينمائي، لكن الأفلام أكدت في مجملها على ضرورة تواصل النضال بالرغم من محاولات التشويش اللي يعمل الكيان الصهيوني على نشرها للقضاء على فكر المقاومة. اليوم أنا بقول أكثر من أي وقت مضى نحن في حاجة إلى تظاهرات من نوع
مهرجان أو أسبوع أفلام المقاومة والتحرير لسبب بسيط أنه مجتمعاتنا العربية وما أشبه تونس بلبنان يعني أنا أقارن أو مجتمعات أخرى نواجه نوع من التحديات تحت ستار العولمة تحت ستار رؤية حضارية مزيفة كاذبة تطالب منا أن نتنازل عن حقوقنا وعن أرضنا وعن حقنا بالاستعادة حقوقنا المسلوبة مقابل وهم حضاري أو وهم الندية مع الغرب أو مع القاتل مع اللي قتلني مع اللي سرق حقوقي. أنا يوسف يا حمص. مطر حمص للمخرج السوري الشاب جود سعيد هو من بين 14 فيلم يتم عرضهم في هذا الأسبوع. فيلم شهد إقبال جماهيري كبير خاصة وأنه الجمهور التونسي اعتاد على مشاهدة مختلف أعمال هذا المخرج في عدة دورات الأيام قرطاج السينمائية. أنا سعيدة لأنه في باريس صعب يوصل هيك أفلام عندنا. أنا بحب كتير السينما ولكن هذا الفيلم بعتقد كان مستحيل أنه شوفه. فشكراً يعني السينماتيك التونسية اللي سمحت لنا أنه نشوف هيك أفلام. خبي لها بولي بوصة بالفعي هاجار عم درستي سيدة عقبرت خطواتي ويا ما جارنا شق اللي طابي فيه كنا نقطع لنوصل لساعة حمص هالساعة ضيعت هويتي ثلاث مرات. هو أكيد هيدا كتير مهم لأنه بيشجع الأفلام والسينما بالبلاد العربية وبشجع المقاومة. كلنا مقاومين كلنا منقاوم كل يوم بحياتنا ولازم نضل نقاوم ليطلع لنا نو دغوا إيمان. متنا هذا يحكي على شخصيات عاشت الحرب في حمص القديمة ارصد حياتهم خلال 3 أشهر في ظل قساوة الظروف القساوة اللي جعلت منهم قوة واحدة تتحدى الألم والمعاناة وتتطلع للأمل. محتاجين انه نشوفوا كيفاش تطور العالم من خلال الفن ومن خلال عيشة الفن. مثلا لو كان ناخذ القضيه الفلسطينيه لو قبل كان افلام المقاومه والتحرير من خلال الاعمال اللي فيها شعارات اللي فيها نضالات توا الافلام كما ناخذوا ايليا سليمان كما ناخذوا رشيد مشهراوي تشوف تفاصيل الحياه اليوميه العيشه حتى العيشه حتى انك تقاوم بالحياه هي مقاومه. فتغيرت النظره فنية وتغيرت الحياة وتغير المجتمع والنظام السياسي تغير زيادة في العالم مش كان في هذه البلدين. فالفن هو ديما تقدمي والفن ديما يعطي نظرة استشرافية وفي نفس الوقت يحسس الأبناء العصر هذية بالمقاومة لتتواصل المقاومة حتى نصل إلى التحرير. تنتظر ربما باعتبار أنه مفهوم أفلام المقاومة دائما في المخيال والوجدان الشعبي العربي يرتبط بالقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. كنت ننتظر مشاركة فلسطينية أكثر لكن للأسف ثم فيلم واحد. ربما ننتظر في قادم الدورات يكون حضور السينما الفلسطينية أو التي تعنى بقضية التحرر الوطني في فلسطين أكثر حضور. هناك أفلام لبنانية أفلام سورية طبعا بعض منها شاهدناها في دورات سابقة لأيام قرطاج السينمائية خاصة فيلم مطر حمص اللي طبعا مش نشاهدوه الليلة. المخرج جود سعيد اللي قدم رؤية للصراع السوري من وجهة نظر طبعا نالت أعجاب عدد كبير من الجمهور. شخصيا أنا جاي خصيصا الفيلم هذا. يشارك في البطولة مجموعة من الممثلين السوريين منهم لمى الحكيم حسن عباس بالإضافة للطفلين بيتر وجيسيكا. ومين بنتي وأمي وحبيبتي وأختي؟ فليبدأ الفحص. مطر حمص
الشمس يعد من الأفلام اللي تحدثت على الواقع السوري خلال الحرب البشعة على سوريا. فيلم يعالج القضية الإنسانية أكثر مما يعالج التبعات السياسية، خاصة وأنه ما كان التصوير وحجم الدمار وآثار الحرب اللي كانت تدور لعبت دور كبير في إغناء الفيلم، بل وزودت الممثلين بجرعة كبيرة من المشاعر المختلفة والحقيقية. حصتنا لليوم ما أوفيت، لكن احنا نوعدكم بالعديد والعديد من الوكبات للحركة الثقافية في بلادنا. فقد كونوا انتم أوفية للوطنية ثانية، هاشتاج ثقافة طول عليكم في نفس التوقيت. في النهاية مبقى لي كان باش أقول لكم بسلامة وفي لمان.